متابعي المرمد اليوم لنا جولة في المدينة الرياضية وبالتحديد في ملعب جذع النخلة مع هيئة الاتصالات والإعلام في البصرة حتى نتحدث عن تأمين شبكة الاتصالات في هذه المدينة. تابعونا بهذه الجولة. اليوم نعرف من خلالك الجولة اللي موجودة بعد افتتاح خليجي 25 لتحسين شبكة الاتصالات في ملعب جذع النخلة. طبعا انطلاقا من مبدأ المتابعة والتكامل لغرض تحسين أداء البنى التحتية في محافظة البصرة وتحديدا في ملعب المدينة الرياضية والمنشآت الرياضية الأخرى كملعب الميناء، تشكلت غرفة عمليات منذ اليوم الأول لانطلاق البطولة، تمخضت عن ما يقارب 100 فريق موزع في الملاعب والمنشآت الرياضية لغرض متابعة تحسين أداء الخدمات المقدمة لشركات الهاتف النقال. اليوم نحن هنا لغرض معالجة السعة التي ممكن أن تكون هنالك في المباراة النهائية التي قد تشهدها هذه المباراة، كون المباراة الافتتاحية شهدت عدد مكالمات ما يقارب 1,300,000 مكالمة، إضافة إلى ذلك هنالك ما يقارب أكثر من 100 إلى 130 ألف مشترك كانوا يتواجدون في محيط المدينة الرياضية وفي المدينة الرياضية خلال فترة الافتتاح. لذلك الكوادر الفنية بالإضافة إلى كوادر شركات الهاتف الموبايل قدموا اليوم معنا إلى الملعب لغرض زيادة نصب الخلايا أو تحريك أبراج أخرى من مناطق أخرى لغرض استيعاب السعة للجماهير التي ستحضر المباراة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله في المقبل من الأيام والمباراة النهائية إذا كان هكذا عدد راح الشبكة تؤمن بشكل صحيح؟ نعم، هو ليس عدم تأمين وإنما يعني معروف في الأماكن أحسنت اللود، ما يسمى اللود أو الحمل في الأماكن التي تكتظ بالكثافة السكانية. عدد المكالمات التي أجريت في المدينة الرياضية في يوم الافتتاح حسب الإحصائية الرسمية التي قدمت من قبل هي أكثر من 1,300,000 مكالمة. هذا الرقم يعني خلال 3 ساعات، طبعا هذا الإحصائية خلال كل 3 ساعات إحصائية تختلف عن اللي قبلها. مشتركين من كل الشركات كانوا متواجدين في الملعب أو دار الملعب أو في محيط الملعب أكثر من 130,000 مشترك، لذلك اعتيادي يصبح هنالك انخفاض في مستوى تناقل البيانات أو سوء خدمة لتقديم الخدمات. تواجدت هذه الكوادر الفنية وهذه غرفة العمليات لغرض تحسين أداء الشبكة، وبالتالي فإن مهمة الهيئة هي تطوير البنى التحتية، إيجاد الحلول البديلة والمعالجات الآنية لهذه العملية. إن شاء الله نطمح أنه سوف تكون شبكة اتصالات مستقرة في الحفل الختام. شاهدنا بعض الأبراج موجودة دار ما دار الملعب، وأيضا هناك مثل ما ذكرت أن محسنات أو تحسين أو ما شابه، يعني قطع موجودة في أعلى الملعب. نعم، هذه الخلايا الذكية التي تلاحظ في الملعب هي خلايا استخدمت حديثا، طبعا سابقا تم استخدامها ما بين الحرمين لغرض تحسين أداء الشبكة كون هنالك أعداد كبيرة من الزائرين. استخدمت هذه وهي مربوطة بالكيبل الضوئي أو ما يسمى بالأوبتيكال. أما في محيط الملعب فتم نصب ما يقارب يعني عشرات الأبراج، لكل شركة تقريبا 4 إلى 5 أبراج متحركة إضافة إلى الأبراج الثابتة التي كانت منصوبة سابقا، وتم تطوير الأجهزة المربوطة عليها لكي تستوعب الكثافة السكانية أو الكثافة الجماهيرية، احنا نسميها الكاباسيتي، لغرض استيعاب العدد الذي يتواجد في أثناء المباراة. بعد انتهاء البطولة راح تبقى هذه الأبراج والخلايا ولا؟ طبعا اكيد هو هذا التحدي الحقيقي، انه الشركات
سوف تبقي كل هذه المعدات لغرض استخدامها في الأحداث إن شاء الله التي ستكون مقبلة وقادمة إن شاء الله نحو الأفضل، ولذلك ستبقى هذه البنى التحتية في داخل الملعب لكي نستثمرها لاحقا في المناسبات الأخرى. إذا كادر الهيئة متواجد في الملعب تقريبا شوفه كافي أستاذ صفاء كادركم؟ نعم، احنا يتواجدون أثناء المباراة قبل انطلاقها بساعتين إلى ما بعد انطلاقها، ويعملون تقارير فنية ما يقارب تقريبا 100 إلى 120 شخص في داخل الملعب من الشركات ومن كادر المكتب في بغداد والبصرة وبقية المحافظات. إذن متابعي المرد لازلنا معكم، وهذه التغطية الخاصة من خلال المدينة الرياضية والأبراج اللي تم نصبها من خلال هيئة الاتصالات وإعلام في والإعلام في البصرة. لازال برفقتي أستاذ صفاء راح نتحدث عن هذه الأبراج اللي موجودة بشكل مفصل. مرحبا بك أستاذ صفاء مرة أخرى، وانتقلنا بالقرب من إحدى الأبراج في المدينة الرياضية. اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي ومستمعي المربد الحبيب. الله يسلمك استاذ صفاء. هذه الابراج اللي نوضح الى متابعين ومشاهدين هذه الجوله، يعني قد المدى اللي يأمنها البرج الواحد، وبالضبط يعني خلينا نقول المساحه اللي يغطيها هو من برج الى اخر حتى يصل الاتصال بشكل جيد الى نقول الجمهور؟ نعم طبعا، انا في هذا الموضوع راح اترك الحديث الى زميلي المهندس ميثاق طالب ليتكلم عن هذا الموضوع بصوره تفصيليه. تمام، احنا نحكي بلغه المواطن، نقول هذا البرج الواحد ايش قد يامن مساحه حتى يكون الاتصال بوقت نقول اللود مؤمن بشكل جيد. الاتصال هذا الابراج اللي تشوفها حضرتك، يمكن اخذتوا لقطات عن كل الابراج المحموله اللي احنا واضعيها بالمدينه الرياضيه اللي هي تقريبا 10 ابراج، هذه ما بها تغطيه مثلا عشوائيه، هذه اجت بعد اجتماعات مستفيضه مع هيئه مع وزاره الشباب والرياضه والمختصين في الملعب، ومعرفه تجمهر الجماهير المشجعين داخل الملعب وخارج الملعب، ووضع اذا تلاحظ انت كل برج بثلاث هوائيات بزوايا مختلفة، الزوايا هاي حسب التصميم لمهندس الاتصالات الجهة الفنية المعنية توجه. هسه احنا بهاي المنطقة مثلا موجهين هوائي سكتر معين على منطقة التجمهر خارج الملعب، وموجهين هوائي اخر لتغطية الملعب، الملعب به تغطية بس بالتالي اكو به زخم كبير، فأكثر من هوائي من هاي الأبراج هو متوجه على الاستاد نفسه، فبالتالي احنا غطينا كل الملعب ومحيطه وحسب خطة وزارة الشباب والرياضة وين راح يكون التجمهر. أيضا هاي الأبراج ما غطت بس المدينة الرياضية، غطت هوائياتها وتصميمها أنه الباور الاتصالات يوصل للمداخل الـ 16، يعني إحنا اليوم عندنا 16 بوابة في المدينة الرياضية، هذه كلها أمنت اتصالاتيا وأمنت مع السعة اللي ممكن تزداد بها. دي يصير عندنا زخم على بوابة عن بوابة أخرى، هذه أيضا إحنا كهيئة ناظمة أستاذ صفاء مشكورا مع القيادات الأمنية عنده أكثر من اجتماع حتى يخلون الزخم بين الأبواب متساوي، لأنه بوابة صار بها ضخم فد عدد كلش هائل وبوابة ما بها، فهذا أيضا كله محسوب حسابه، وعلى هالأساس إحنا وضعنا هذه الأبراج النقالة وخلايا ذكية. طبعا مو بس أبراج نقالة، إحنا وضعنا خلايا ذكية من الملعب حتى تأمن للأبراج ومن الأبراج إلى المصدر. أحسنت، هاي كلها مربوطة على شكل سلسلة وبالتالي تربط إلى الكور الرئيسي أو البدالة الرئيسية وتقدم خدمتين، خدمة الاتصال وخدمة تناقل البيانات. إذا شكرا جزيلا ومكملين معكم جولتنا متابعي المربد. شكرا جزيلا لكم أستاذ. سرعة البيانات اكو شيء اسمه داونلود واكو شيء اسمه ابلود، بالتالي فان عملية التحميل تستغرق وقت حتى تتحمل البيانات، خصوصا انه اغلب النقل اللي تنقله القنوات الفضائية هو نقل فيديو. اذا متابعي المربد لازلنا معكم، وهذه الجولة الخاصة مع هيئة الاتصالات والاعلام في البصرة بعد ما كنا في المدينة الرياضية، انتقلنا الى غرفة العمليات وبرفقتنا استاذ صفاء، نعرف مهام هذه الغرفة من خلال استاذ صفاء. السلام عليكم مرة اخرى، حياك الله. حياكم الله اهلا وسهلا بكم في مقركم الثاني هيئة الاعلام والاتصالات. الله يسلمك. بعد ما كنا في المدينة الرياضية تحدثنا عن الابراج وعن المهام اللي تقدمها، ايضا غرفة العمليات نريد نوضح الى مشاهدين ومتابعين هذه الجولة المهام اللي تقدمها. نعم، غرفة العمليات متكونة من
تقريبا ثلاث شركات اللي هي شركات الجي اس ام اللي موجوده في محافظه البصره، اضافه الى المهندسين والفنيين اللي موجودين في هيئه اعلام والاتصالات. المهندسين الموجودين هم مهندسين اوتومايزيشن، اضافه الى مثل ما تفضلت انه ممكن الدخول اكسس لبيانات الشركات لغرض معالجه ومراقبه ومتابعه اي خلل فني طارئ قد يحصل. بالتالي هذا الخلل قد يكون نتيجه اطفاء الكهرباء، او هذا الخلل قد يكون نتيجه كثافه سكانيه. الاخوه المهندسين الموجودين في هذه الغرفه يعالجون الخلل بلحظه بحيث هنالك تيستات لفرق فنيه موجوده في الملاعب، يرسلون على الايميل او على مواقع التواصل الاجتماعي الخلل الفني الذي يحصل، ويحلل هذا الخلل هنا في غرفه العمليات وتتم المعالجه الانيه. إذا تكون معالجة فورية من خلال الشبكات الثلاثة هي زين والآسيا والكورك. نعم. يعني مثلا في منطقة الحدث هناك لود أو صار يعني إخفاق أو ضعف بالشبكة، توصل بيانات للإخوان هنا المختصين ويتم معالجة فورية. نعم. مهندس ميثاق هو نفس المهندس. تفضل أستاذ ميثاق. مهندس ميثاق هو المهندس المسؤول على غرفة العمليات لغرض التحليل وإعطاء الأمر بإصلاح هذا الخلل في أي منطقة من مناطق الحدث، سواء في الملعب أو في منطقة المشجعين، يعني بالكورنيش يصير خلل، بساحة الطيران احتمال يصير خلل. بالتالي المناطق منوعة متوزعة هنا، فإحنا مخلين خط سير العمل من منطقة الحدث ولغاية غرفة العمليات هذه. إحنا عندنا الخلل طريقتين أو ثلاثة دا نستقبله. مرة إحنا مثل ما تفضل أستاذ صفاء، إحنا هاي غرفة العمليات تخصصية موجود بها ممثلين لكل الشركات. عندنا فشي اسمه دايركت اكسس، الولوج المباشر لعوامل الشبكه، جوده الشبكه، ودا نشوف المستويات مالتها، يعني بالضبط مثل جسم الانسان تقدر تشوف ضغطه سكرك ضمن المعدات المقبوله او لا. نفس الشيء الشبكه بها فد عوامل اسمها الكي بي اي، نشوف من خلالها ارتفاع الترافيك، الارماتها، كل وضعيتها واضحه عندنا هنا. اي انحطاط يصير في مؤشرات جودة الخدمة راح نقدر على أساسه ناخذ أكشن سريع وآني هنا. مرة ناخذ أكشن من هنا ممكن سوفتوير أكشن ونحله ريموتلي عن بعد، ومرة لا، عندنا فرق فنية وصلت إلى أكثر من 300 فريق جوال بكل المناطق الحدث في البصرة، من كورنيش إلى ساحات إلى ملاعب، ونتصل بهم مباشرة يأخذون إجراء معين ونشوف التحسن هنا. هذا السيناريو الاول. السيناريو الثاني لا، احنا عندنا صوت المستهلك اللي هو يعني اي مواطن عنده سيم كارت او شريحه، من يلاحظ اكو سوء جوده خدمه دا يتصل بينا على ال 177، فعندنا مركز اتصالات على مدار الساعه نستقبل الشكوى، نحدد مكانه، وراسا نسوي اشراف من غرفه العمليات على المكان اللي هو به، نشوف الابراج اللي تغطي، وايضا ناخذ اكشن. السيناريو الثالث اللي عامله عليه غرفه العمليات لا، من خلال فرقنا الجواله والاجهزه الهاند سيت اللي بايديهم، لانه مو بس هنا عندنا اجهزه، عندنا عجلات رصد وعندنا هاند سيت لجوده الخدمه، يعني نقاله بايديهم دا يشوفوها ودا يلاحظون فد مشكله معينه، راسا ايضا يتم الاتصال بينا ويتم معالجتها، بمعنى انه احنا دا نحاول نحل المشاكل انيه وقت بوقته، ما تؤجل، لانه الحدث والزخم اللي موجود على الشبكه يحتاج اكشن سريع. إذن شكرا جزيلا لجهودكم. شكرا لك حبيبي.